طبعا زي ما احنا متعودين في كل اسبوع في نفس الميعاد بنتقابل مع بعض في برنامج كل الناس نيوز. النهارده برنامجنا وحلقتنا زي ما انتم متعودين على الفقرات الجديده، وكمان هنعلن اسماء الفايزين معانا في المسابقات اللي فاتت، فلازم تنتظرونا لان في مفاجآت كتير في الحلقه. هنتكلم عن القوه والضعف. القوه والضعف، الايد اليمين والايد الشمال. الايد اليمين اقوى من الايد الشمال، هي اللي بتخاطر، هي اللي بتواجه، هي اللي بتروح، هي اللي بتشيل، هي اللي بتتعب. والايد الشمال شبه مرتاحه مبسوطه. الايد الشمال زعلت قوي وكلمت الايد اليمين وقالت لها انت اقوى مني، انا عايزه ابقى بنفس قوتك. الايد اليمين قالت لها انا بغير منك لانك ما بتعمليش حاجه. القوة والضعف. فالإيد اليمين قالت للإيد الشمال تخيلي إن جمالك، جمالك أنا السبب فيه. فقالت لها إزاي؟ قالت لها أنا ممكن أمسك المقص وأقص ضوافرك، أجملك، أخلي شكلك حلو، لكن أنت ما تعرفيش تمسكي المقص وتقدري تسيطري على ضوافري، ممكن تعوريني. فمن القوة، من القوة ممكن نجمل وتبقى أجمل في حالة الضعف. إزاي نخلي الرجل القوي يبرز جمال المرأة الضعيفة؟ مش لازم الاتنين يبقوا بنفس القوة، لازم واحد يكمل واحد. صبح طبعا النهارده ب صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير لكل اللي صاحيين بدري وبيشوفونا النهارده. على فكره انا مع محمد في حاجات في القصه وضده طبعا، لو ده اسقاط على المرأة والرجل يبقى أنا مش معاه. لا طبعا، يعني القوة والضعف، الراجل ممكن يبقى قوي صحيح والمرأة ضعيفة. ضعف المرأة هنا ما يتدخلش على إنها تبقى يعني سوري أما إنها تبقى عبدة، يعني تستقبل كل الأوامر وتطيع. لا، ضعف المرأة هنا في إحساسها، في رومانسيتها، في طيبة قلبها، في حنيتها، في حبها واهتمامها وعطائها، ده ضعفها. كويس. أما لو ضعفها إن هو يبقى القوي وهي تطيع الأوامر فده لا طبعا. أنت كده ظلمتيني. يعني أنا المقصود القصدي هنا بالقوة إن الراجل دايما هو اللي بيواجه، هو السند، هو العمود، هو الأساس، هو تحس إن المرأة دايما بيه قوية مش قوي عليها يعني، فهو بيجملها يعني، هو دايما هو اللي بيتعب، هو اللي بيروح، هو اللي بيجي، هو اللي بيعمل كل حاجه علشان يظهرها في اجمل مكانه موجوده فيها. الكلام ده دلوقتي، دلوقتي الاثنين بقى متساويين مع بعض طبعا، لكن مش عايزين نقول ان لازم يكون في صراع قوه ما بين الاثنين، لازم كل واحد يعرف قدراته، لازم يدي كل واحد مكانه علشان نقدر نبرز العلاقه ما بيننا. دلوقتي بقى في رجاله مع احترامي هو لقب كلمة رجل بس هو أكتر من المرأة. وفي ستات بمئة راجل، ده حقيقي. تبادل الأدوار ده ودى المجتمع في حتة تانية خالص مختلفة. أنا عايز كل واحد ياخد دوره، الرجل ياخد دوره والمرأة تاخد دورها. بلاش الصراع القوة ما بين الاتنين، كل واحد فينا لو قدر إن هو يبرز جمال الآخر، أنت بقوتك بتحميني وأنت بضعفك بجملك. هو بص، انا مؤمنه بان المشاركه، تمام، المشاركه في كل شيء، يعني الست بتشارك الراجل في كل حاجه، مفيش حد بيبقى فيهم اقوى من التاني او التاني اضعف. يعني تبادل الادوار اللي انت اتكلمت عليه ده حقيقي وبقى واقع، وانا ضده طبعا، ضد ان الراجل يتحول انه يقعد في البيت ويستنى الست تصرف عليه، دي كارثه. وبقى في رجاله للاسف يعني عارف خلاص هو ده حياتهم وده، وهم معجبين بده ومبسوطين وسعداء بيه، انه يدور على الست الغنيه اللي تصرف عليه. ده غرس في شباب، ده ادى لما ده بيشوف في البيت عنده اطفال او اسره بيبقى متربي فيها ولد بالشكل ده، بقى معتمد ان هو لما يجي يتجوز عايز يتجوز كده بنفس الطريقه، عايز يتجوز كده، عايز يتجوز واحده غنيه، عايز يتجوزها تصرف عليه، وهو يقعد وتعمل له مشاريع وتعمل له تعمل كل له حاجه، لكن هو ما يتعبش، هو ما يكافحش خالص. تمام. يعني على الجاهز. يبقى فين بقى كلمه الرجل الحمايه؟ الرجل الحمايه، لا ده طبعا مش راجل خالص، ما بقاش راجل ده، معلش ده ننسى خالص، يشيل كلمه ذكر من البطاقه. تمام. يعني الغيها. لكن المراه برضو ضعفها هنا، انا دايما اقول ان الست مش ضعيفه،
الست قوية جدا، وفي ستات ما بيبقاش في حياتها راجل، لكن زي ما انت قلت بتبقى بميت راجل وتربي أجيال وتربي أولاد وتقف وصلبة وقوية. ضعف الست في أنوثتها، أنا تمام. بعتبر أن الست الضعيفة هي الأنثى اللي مزبوط. يطلق عليها لقب أنثى بجد، يعني اللي هي تبقى فعلا زي ما قلنا في البداية حنينة طيبة لطيفة مهذبة، صوتها مش عالي، يعني بتراعي بيتها بتراعي جوزها بتراعي ولادها، حتى لما بتتكلم في البيت ما تقعدش تزعق وتتنرفز وصوتها يبقى أعلى من صوت الراجل حتى في البيت. أنا طبعا ضد الصوت العالي سواء كان راجل أو ست، يعني ده بينعكس على الولاد وعلى الجيران وعلى كل حاجة يعني طبعا. فلازم يبقى برضو الحوار مهذب يعني، فدي ده ضعف الست من وجهة نظري. أنا بتكلم على القوة، خلينا الأول في القوة الجسمانية، الرجل أقوى أكيد، في القوة العقلية الست أقوى. أذكى ما ننكرش دي يعني تمام. فمنكمل بعض، أنت في قوتي اللي أنا دايما المفروض ان الرجل هو اللي بيسعى لشغله هو اللي بيصرف على البيت، لو قلنا ان ظروف المجتمع خلت ان الست تنزل تشارك لكن ده دور الرجل الاساسي، معنى ان انت بتعمل ده معنى ان انت شويه مش مقصر شويه مش واخد بالك من بيتك مش قادر ان انت توازي ما بين الاثنين، مش معنى كده ان انت اهملت بيتك، لا لازم الضعف اللي موجود في البيت تحس بيه، لازم تطبطب عليه، لازم تحسسه بوجوده، من قوتك هيبرز جمال ضعف اللي قدامك. لا ولازم يقدر، يعني لازم الراجل يقدر ان الست دلوقتي بتشاركه بتنزل تشتغل عشان تساعده في الانفاق، رغم ان دي مسؤوليته هو. مظبوط. كونها بتشارك في ده وكونها بتنزل وبتتعب، انا اعتقد ان هو لازم كمان الراجل يقدر ده، ما يبقاش ان ده لا الزام عليها. طيب. لا يعني فرض عليكي، لا لازم تشتغلي ولازم لا ده. هل كل قوه كل ضعف طيبه؟ لا لا خالص. كويس. على فكرة في ضعيف ومش طيب، خبيث ومكار، هو ضعيف بطبيعته يعني ملوش لازمة في الحياة، لكن مش معنى كده انه طيب. تمام. يعني جبان بس مش طيب يعني. ومش كل قوي شرير. ومش كل قوي شرير، لا بالعكس، القوة والحزم، ممكن يبقى إنسان قوي حازم حاسم في قراراته، ده مش معناها أنه هو مش طيب خالص أو معدوم الرحمة يعني. لا. مين أكتر مشاكل في حياتنا في الحياه الزوجيه؟ هل الست اللي ما بتشتغلش في البيت اكثر مشاكل مع الرجل، ولا الست اللي خرجت وبتقدر تصرف وبتقدر يبقى تعمل دخل اكثر مشاكل في البيت؟ اعتقد ان الست اللي خرجت وبتشتغل اكثر مشاكل، لان الست اللي ما بتشتغلش بيبقى عندها احساس برضو بانها خاضعه، يعني بانها ده مصدر رزقها والصرف عليها، وانها لو اختلفت معاه وامتنع عن الصرف عليها او طلقها او انفصلت هي بالنسبه لها هتعيش ازاي. طب ده جانب، ما ممكن يكون جانب تاني احنا مش واخدين بالنا منه، ان هي اكثر حكمه، يعني بتاخد كل الامور ما بيبقاش ردود افعالها سريعه، فبتقدر تقدر تماين او تقدر بس احيانا بيبقى خضوع، يعني انا انا مش عايز اقول ان كل الناس اللي ما بتشتغلش وحياتها كويسه مش خضوع، لكن ممكن يبقى متفهم طبيعه الشخص اللي قدامه، ده وارد بس مش عند كل الناس. كويس. عكس الست اللي بتشتغل، الست اللي بتشتغل بيبقى عندها موارد خاصه بيها تقدر تستقل بحياتها، مع اول صدمه ما بتتحملش لان عندها الحريه، يعني جزء الحريه بيتفهم غلط، علشان كده دايما الست اللي بيبقى مواردها كويسه او بتشتغل في وظيفه كويسه وعندها موارد وتعتمد على نفسها نسبه الانفصال بتبقى اسرع، لانه ما بتقدرش انها تتحمل لفتره اطول. لا هو انا اعتقد ان الست هي الست طبعا هنا، بمعنى ان الست لما بتقرر الانفصال بالتحديد الانفصال، يعني الانفصال على فكره قرار صعب قوي على اي ست. تمام. مش سهل ان ست تاخده ابدا او انها تتطلق، خصوصا لو هي مرتبطه بجوزها واولادها او بتحبه او في عشره وكده. الست لما بتاخد القرار ده بتاخده بعد ما بتكون حست بانها امتهنت كرامتها، الاهانه، يعني سواء بقى هي بتشتغل هي قاعده في البيت، الست لما بتمتهن كرامتها، ويمكن الست بتسامح في حاجات كتير قوي وبتقبل حاجات كتير وبتخضع على حاجات كتير، لكن بيجي لها حاجات انا اعتقد كست ما بتقدرش تسامح فيها. نمره واحد الخيانه، يمكن قبل ان هو بيصرف عليها او بخله، يعني الست ممكن تتحمل الراجل البخيل، تتحمل الراجل المتسلط شويه، تتحمل بعض التحكمات فيها، لكن لما توصل انها تحس ان الراجل ده بيخونها او خاين،
اعتقد ان هنا بتوصل بتاخد قرار الانفصال فورا، والله ما بتسامحش. وفي بعض الاحيان ممكن تسامح، دي بقى اللي بيبقى لها ظروف خاصه، هنا بقى بيبقى لها ظروف خاصه. ظروف خاصه بس الشخص، انا متاكد دايما الشخص اللي بيحب حد بيسامحه على طول. بص ما هو انت هنا يعني عكس على الاخر، طب ما هو لو بيحب هيخون ليه؟ يعني ما هنا الحب متبادل، لو انت بتحب ما انت مش هتخون. تمام. فطالما خنت يبقى ما بتحبش، يبقى ما يتبقيش عليه. خلاص بقى، طالما خنت وقدرت تعمل ده، لا خلاص بقى شكرا. يعني انت قفلتيها كده مع ناس كتير بتشوفنا دلوقتي. لا مش قفلتها، بس انا فعلا بقول ان الست صعبه قوي في الحته، لانها بتجرحها قوي، يعني الخيانه بتجرح سواء كان لراجل او لست. اكيد. بس لازم على الاقل ندي فرصه، يعني نحاول على قد ما نقدر لو قدرنا نسامح سامح، لو قدرنا نسامح سامح، لان ما تهدش حياه علشان غلطه، ما تهدش، وحاول ترجع بسرعه، وحاول تعتذر بسرعه، وحاول تكون صح، حاول تتوب. طبعا وتعترف انك غلط، وفي نفس الوقت كمان انك مش هترجع للغلط ده تاني. تمام. يعني لازم يبقى في وعد هنا، ممكن الانسان يعني يتسامح، لكن لما يبقى حد حاسس انه ده ما بيغلطش وان ده حقه وانه عادي انه يعمل كده، لا طبعا موضوع نو. ولو زي ما بقول في المتفق، ولو حد اتعرض لخطا، هل اللي قدامه كل شويه بقى يقول له شفت انت كنت شفت كنت ينفع؟ لا هو ما ينفعش، بس طبعا بينفع اوقات في حاجات، في حالات معينه، لو حس ان اللي قدامه نسي، يعني نسي وبيحاول يكرر اللي عمله قبل كده. طبعا. فهنا بيبقى من واجب ان هو يذكره، يقول له ما انا فوتت لك المره اللي فاتت، لكن بقى خلي بالك. هو مش كل مره طبعا. يعني هنا بس يعني ممكن ده يحصل. يعني علاقه القوه والضعف انت شايفاها ازاي؟ أنا شايفة إن المفترض لو هي علاقة دي بين أزواج وفي بيت واحد، ما ينفعش أبدا حد يبقى قوي وحد ضعيف. الاتنين بيكملوا بعض، لازم زي ما أنت قلت الإيد اليمين، لا بالعكس الإيد اليمين لوحدها مش هتسقف، لازم الشمال عشان يسقفوا الاتنين. وبالتالي يبقى هنا الراجل والست بيكملوا بعض، ما فيش حد أقوى ولا حد أضعف. هو أقوى بحبه، باحتوائه ليها، باهتمامه ببيته، بإخلاصه، بوفائه، بإنفاقه، إنه ما يبخلش على بيته طالما هو قادر إنه هو يعمل ده. نفس الشيء هي ضعيفة بحبها لبيتها ولجوزها وإخلاصها ليهم، وإنها دايما هي اللي بتشع حنان في البيت وطيبة وتسامح إلى حد كبير. ما يبقاش الخلافات دايما بينهم تبقى هادية، ما تبقاش قدام الأولاد، دايما يبقى في مساحة جوه كل واحد فيهم طالما ان الخطأ مش كبير انه يتسامح. انا بقى عايز اقول كلمة اهم، ان لو انت حاسس فعلا، او بنقول ان رجل قوي، مش القوي في القوة، القوي في الاستيعاب، ان انت طبعًا تستوعب طبعًا دي قوتك، تحتوي القوي، ان انت تحتوي. أيوه. دي قوتك. القوي ان انت تسمع، دي قوتك. القوي ان انت ما تعليش صوتك، لان بالزبط قوتك موجودة. فعلو صوتك مع ضعف اللي قدامك غصبا عنه بيبقى ليه ردود افعال انت مش عارفها. لا، واحيانا علو الصوت ده بيدي احساس او انطباع ان الانسان مش على حق، لان انا لو على حق وواثق من نفسي ومش بكذب هبقى هادي. تمام. لان انا عارف ان انا ما غلطتش، لكن دايما تعليه الصوت هي بتبقى يعني بتغطي ان هو بيكذب. تمام. يعني في الاخر خالص انا عايز اقول ان الايد اليمين والايد الشمال بيكملوا بعض. القوه دي بتبرز جمال، خليها تشتغل بكل قوتها، والايد الشمال بكل ضعفها، الاثنين يكملوا بعض، يعملوا حاله من الحالات الجيده اللي لازم تكون موجوده في البيت وفي الاسره المصريه. ده طبعا يا ريت. يعني احنا النهارده عموما يا محمد عندنا مفاجآت كتير، وعندنا تقرير مهم جدا من مطعم تجور عامله لنا الاعلاميه حبيبتي وصاحبتي منى بطاح، وبيسحبوا فيه الاسماء والجوائز، وعندنا كمان مسابقه انا عاملاها مفاجاه للجمهور النهارده، هي طبعا مسرحيه المتفائل، احنا بنعرض في اسكندريه ان شاء الله من الاسبوع الجاي في اجازه نص السنه ولمدة اسبوعين، احنا عرضنا اسبوعين في الاعياد، والحقيقه بناء على طلب جمهور اسكندريه احنا رايحين في اجازه نص السنه تاني. تمام. السؤال بقى احنا بنعرض على مسرح ايه في اسكندريه؟ المسرح في منطقه الشاطبي. مسرح طب نسهله ايه؟ شويه يعني انا النص الثاني على ما اعتقد تونسي. انت بتغششهم. انت بتغششهم كده. محمد غششكم النص الثاني من اسم المسرح. طيب
المسابقه ان اللي هيعرف اسم المسرح، وطبعا محمد غششكو، في عدد فردين مدعوين لمشاهده العرض في اسكندريه، واحنا بنفتح الساعه 8 بالظبط. تمام، ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه دلوقتي. السؤال الثاني، مطعم تجور بيقول مطعم تجور، كلمه تجور تعني ايه؟ ما معنى كلمه تجور؟ تمام. عايز اشكر مدام حنان قبل ما انسى، قبل ما نطلع للتقرير، واقول لها يا مدام حنان الاكل عندك بجد تحفه، هي عزمتنا على العشاء فبجد بجد انا انبسطت جدا، وبالذات شوربه العدس حقيقي جميله. تمام. الجايزه معانا جايزتين، الجايزه الاولى 250 جنيه والجايزه الثانيه عباره عن دعوه للعشاء لفردين. نطلع التقرير؟ يا ريت، يلا نشوف التقرير. نطلع التقرير. أعزائي المشاهدين صباح الخير، النهاردة أنا في مطعم وكافيه توجور بالمانيال. الحقيقة أنا يعني فوجئت بالمطعم الجميل ده، شياكة وجمال وصحبة حلوة مع سيدة الأعمال الأستاذة حنان عبد الفتاح أحمد صاحبة المطعم والكافيه. أهلا بيكي، كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتوا طيبين، وكل محبي البرنامج طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة على كل الناس. إن شاء الله 2020 تبقى سعيدة عليكي بإذن الله. يا رب على الجميع يا رب. وسعيدة على كل اللي بيقولك. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يجعلها على مصر كلها بخير. يا رب، اللهم آمين يا رب. عايزين نعرف بقى كل حاجة في مطعم وكافيه تجور. مطعم وكافيه تجور يعني هو فكرته ببساطة جاية من اسمه. تجور بالفرنسية يعني كل يوم. كل يوم. وفعلا الجست اللي بيجي هنا بيبقى موجود كل يوم، كان ده هدف الاسم. انه يبقى مكان للناس تتواجد فيه يوميا. طب وهو كل يوم في حاجة جديدة؟ مش كل يوم كل يوم. بس طبعا بنبقى مهتمين قوي ان احنا نخلي الجست يلاقي دايما جديد عندنا. يعني مثلا احنا في 2020 لقينا الناس زهقت بقى من الاكل الجانك فود والكلام ده، فدخلنا ركن شرقي بحيث يبقى فيه بقى الجو بتاعنا احنا المصري، الطواجن بقى والمحاشي بقى والمحاشي والممبار والحاجات اللي الناس كلها بتعشقها دي. زهقنا بقى ايطالي وفرنساوي واسباني. طب يعني اكلنا احنا في 2019 انتوا جربتوا احنا كنا على طول المطعم اصلا انترناشونال، فلقينا ان الاكل المصري لا ليه عشاقه، وما نقدرش ننكر ده، ولازم نحترم الرغبه دي عند الناس عند الجست بتاعنا. فعملنا ركن شرقي جديد، صواني وطواجن ومحاشي والكلام المصري الحلو بقى اللي انت عارفاه ده بالظبط. عملنا كمان فكره تانية، لقينا ان السيده العامله غلبانه في نفسها، يعني بترجع من الشغل عايزه تلحق تعمل اكل فما بتلحقش. فقلنا طب احنا نعمل الكلام ده كله ممكن نسلمه يعني زي وجبات سريعه، يعني مش سريعه جاهزه او على السوا حسب اختيارها هي، بحيث ان هي لو عايزه تاخد باكج الاسبوع تسوي هي اوكي، لو عايزه تاخده يوم بيوم مستوي برده ماشي. وبرده الخط الشرقي بتاعنا اللطيف واسعاركم حلوه حلوه يعني جميله ان شاء الله طبعا، في متناول الجميع، في متناول الجميع طبعا اكيد اكيد. وبرده بنستخدم لحوم بلدي، ايوه، والدواجن والحاجات دي كلها طبعا فريشات برده بلدي. يعني بنحس ان اللي احنا بنرضى ناكله لازم هو ده اللي نرضى ان الجست بتاعنا ياكله. طيب الاستاذه حنان عبد الفتاح احمد، ولاننا بنقول تجور يعني كل يوم صباحا ومساء، طب يا ترى في بقى يعني للصبح في حاجه وللمساء في حاجه معينه عندكم هنا في تجور؟ هو احنا الصبح طبعا بنقدم فطار. الفطار عاملينه ممكن وجبه على بعضها، مثلا جيرمان بريكفاست او انجلش بريكفاست او بفطار باسم المكان، بنراعي فيه ان هو يكون متنوع. وبنبعد عن الفول والطعميه طبعا، يعني من منطلق انه مش هنعرف نعمله حلو زي بتوع المحلات بتاعت الفول والطعميه. فبيبقى فيه البيض الاومليت والهاش براون والسوسيس المحمر على الجريل، وبيبقى فيه باسترما برضو على الجريل. يعني مش عايزين نحرق بقى المنيو للناس. كمان عاملين انواع بيض كتير قوي، الاسبانيش والتركي وعلى الكايزر اللي بيدخل الفرن بيبقى على عيش كايزر بالزبده والفلفل.
وفي فطار برضو عبارة عن بيكري، يعني اللي عايز باتيهات كراسونات الكلام ده كله، ففي قائمة فطار لطيفة قوي. كمان المكان الصبح بيبقى هادي قوي، دخله الشمس حلو، ففي ناس كتير بتحب تيجي تذاكر تشتغل، تحس بهدوء. الله. تحس بهدوء حلو قوي هنا. يعني ممكن نبقى ورك ستيشن حلو قوي فترة الصبح. بالنسبة لبالليل المينيو كلها بتبقى متفعلة طبعا، من وقت للتاني بنعمل فقرات غنائية. وبرضو من ضمن اللي بيميز المكان ان الناس بتحس ان هو كوزي، يعني بيبقوا حاسين ان هم في البيت، يعني عائلي قوي. يعني زي ما انت شايفه احنا قاعدين كاننا قاعدين في البيت، يعني فتيات على البيت وكده. في حرية كمان، وفي خصوصية. يعني يمكن طبيعة المكان عشان العواميد اللي فيه هي لوحدها خلقة بارتيشنز ما بينها وما بين كل جست والتاني. طب الأستاذة حنان عبد الفتاح، يا ترى في إمكانية لعمل حفلات أعياد ميلاد، خطوبة؟ توجور طبعا عنده استعداد كامل لعمل أعياد الميلاد أو العقيقة أو الإيفنتات المعينة اللي خاصة بأي فاميلي ليها احتفالية معينة. والخطوبات والكلام ده كله طبعا متاح، سواء هم بيفضلوا يجيبوا الأكل بتاعهم من عندهم هم، او بيستعينوا بعدين احنا عندنا شيف كويس قوي وشاطر في تسويات برضو الحاجات اللي هي بتاعت الحفلات والكلام ده. انا بشكرك جدا. ودلوقتي بقى احنا عندنا سحب جوائز للفائزين، اربع حلقات هيبقوا 8. يلا نسحب بقى مع بعض. اتفضلي. الاربعه الاولانيين عباره عن هديتهم ايه؟ جوائز ماليه. والاربعه التانيين هتبقى دعوه. اتفضلي. اوكي. نتمنى الحظ السعيد لكل محبي البرنامج. الاسم الاول همت شوقي يوسف. همت شوقي يوسف اتفضلي. الاسم الثاني سميرة أحمد مراد. سميرة أحمد مراد. ده انت سحبة اتنين مع بعض. سيد محمود حوابي. سيد محمود حوابي أو صوابي، يا رب أكون قلت الاسم صح. الرابع بقى برضو اتنين. لا لا ده انت مصرة بقى. خميس ابو زيد غريب. خميس ابو زيد غريب. كده الاربعة المالية. اتفضلي بقى الدعوة للمطعم اربعة. كامل صبري عادل. كامل صبري عادل. عبد المنعم عبد البر. عبد المنعم عبد البر. انت دايما تسحبي اتنين يا استاذه حنان، في ايه؟ هم بقى اللي حظهم حلو معاكي. سعد صلاح احمد. سعد صلاح احمد. ايه ده كلهم عنصر رجالي ولا ايه؟ مفيش. ربنا يسهل بقى ودي تطلع نساء. لا بره. حمزه حداد خالد. حمزه حداد خالد. الف مبروك. مبروك للفائزين. والدعاوي طبعا كل حد دعوة على العشاء لفردين، فيعني دام طلع كله عنصر رجالي فبرضه يجيبوا بقى معاهم العنصر الزوجات يجيبوا العنصر النسائي. ونتمنى المكان يعجبهم ان شاء الله. ان شاء الله. استاذة حنان عبد الفتاح احمد احنا بنشكرك جدا، وبنتمنى دايما لمطعم وكافيه توجور بالمنيل دايما النجاح. ميرسي جدا يا منى، انا اللي بشكركم جدا وسعيده بيكم، ويا رب الناس اللي هتيجي تتبسط من المكان ونكون عند حسن ظنهم. احنا اتبسطنا عموما. شكرا.
ورجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل اللي احنا شفناه وكان فيه إجابة السؤال اللي احنا سألناه. وبنشكر الحقيقة الإعلامية منى بطاح على التقرير الجميل ده، وألف مبروك لكل الفائزين اللي سحبتهم منى النهاردة. احنا طبعا معانا في الفقرة دي خبيرة الأبراج الأستاذة بشاير، وهي النهاردة هتفتح لنا وتقرأنا أبراج الأبراج الهوائية الهوائية. يبقى الميزان والجوزاء والدلو. أهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور. الأبراج الهوائية النهاردة جالنا رسائل كتير جدا، وهم طلبوا الأبراج الهوائية. احنا نبتدي بالجوزاء بقى، لأن الجوزاء ده محرق ناس كتير يا جماعة. قوي. الجوزاء ده تعب ناس كتير. هو متعب حتى لنفسه. والله هو الجوزاء غلبان، بس هو كل ساعة في حال. أيوة مودي. بصي أنت اللي هتقولي لنا بقى النهاردة. قولي لنا بقى. هو غلبان ولا دي ولا مش غلبان؟ الجوزاء عقلاني وكل ساعة في حال، عايز يبقى حاجة كويسة وعايز يعلى ودنيته تبقى كويسة، بس هو مش لاقي نفسه الايام دي بالذات. ما شاء الله كنت في مشكله يا جوزاء، والحمد لله ربنا طلعك منها على خير بفضل حد جنبك. وكنت متردد لفتره كده، الحمد لله لفتره كده كنت انت حيران فيها ما بين ايوه ولا. انت بدات تحط رجلك على الخط الصح والطريق المستقيم، في شغل عندك كويس جدا، جاي لك فلوس حلوه قوي على فكره. انت من كل الابراج بتاعت النهارده يا جماعه محظوظه قوي، الدلو والميزان والجوزاء دول ما شاء الله في الماده، ودي اهم حاجه طبعا عندكم. ما شاء الله ما شاء الله يا بختهم. يعني يجي الدور علينا. في 10 ابراج هيكون نصيبهم حلو قوي السنه دي في الفلوس، منهم الاسد والجدي كمان حاجه واو، بس في برجين مش هيبقوا قد كده. مش عايزه العقرب. العقرب ظروفه ايه؟ لا العقرب حلو، بس هو السرطان في الماده مش هيبقى قوي، والحمل شويه وشويه عشان تطمنوا بس. انت كده طمنتيهم قوي. كده طبعا اطمنوا، كل الابراج حلوه. لا ما هم هيبقوا كويسين، بس مش الفلوس الواو يعني. يعني ما يجي لهم فلوس ما يصرفوهاش قوي. بشاير انت حمل. طيب طيب ما انا عارفه. لا وابني حمل. هستحمل يعني. بشرت. هستحمل. يا عذراء يا جوزاء، انت جاي لك حب ما شاء الله كويس جدا بالنسبه لاهل بيتك، والمشاكل هتحط ايدك عليها خلاص هتتحل، وهتبقى دنيتك حلوه. عندك شجره خير حلوه قوي السنه دي، ان كل السنه معاك باديه كويسه، وهتختم كويسه بشرط ان انت تتخلى عن بعض السلبيات زي الاستهتار بالظروف اللي انت بتديهاش اهميه قوي، وتقول ان هي كده كده هتتحل، او ان انا مثلا بكره اشوفها او بعد اشوفها مش هينفع. لازم تحط النقط على الحروف في وقتها عشان المواضيع عندك بتتفاقم. عندك حاجه حلوه قوي، في حد محتويك، هتجدد عربيه، جبت عربيه قريب، في حبايب كتير في ظهرك هيدعموك بحاجات كويسه. في ارتباط بالنسبه للي مش مرتبطين يا جماعه، بس اختاروا صح، لان عندكم حيره ما بين اتنين، اللي عايزينه الصبح غير اللي عايزينه بالليل. حيرتوا الناس معاكم. دي مشكلتهم هم. حيرتوا الناس معاكم، ارسلكم على بره. بتختاروا ناس عايزين الصح الصح الصح. طب انتوا فين بقى من الصح ده؟ انا عايزاكم بالله عليكم تهدوا شويه، وتدوا نفسكم فرصه ان انتوا تعرفوا الشريك صح، وتعرفوا رجليكم واخداكم على فين في الشغل. مش كل حاجه تمسكوا فيها وتبقوا فاتحين في حاجه تانية تبقوا حارين بين الاثنين لغايه ما حاجه بتقع. كويس. بالنسبه للمشاكل اللي كنتوا فيها الحمد لله، في حاجه بشرة حلوه جميله جايه، يا من شغل يا من قضاء. ان شاء الله باذن الرحمن السنه مكملينها حلو قوي، وفي ناس عندها انتقال من مكان لمكان. يعني هم بيختاروا الناس الصح وهم مش صح. لو هم كل ساعه في حال بيخيروا اللي قدامهم. ده كده بيخيروا اللي قدامهم. ده كده الجوزاء. ده الجوزاء. نخش على مين؟ الميزان. الميزان. يلا الميزان. تاني الميزان من الابراج المعتدله الى حد كبير، صح؟ هو الجوزاء عقلاني وعايز حد عقلاني، بس ما بيبقى مجنون بيبقى لوحده، مش عايز حد تاني يجي. ده الجوزاء. لكن الميزان معتدل. الميزان معتدل، بس في حاجه ما بيحبش يسمع. هو خلاص وقراراته متسرعه. الجوزاء كمان ما بيسمعش. الجوزاء ما بيسمعش. الجوزاء عيبه انه ما بيسمعش. ده على فكره ده من اكتر عيوبك. لو انت بدات تسمع هتحل حاجات كتير قوي، وهتوفر على نفسك متاهه فيما بعد. بيسمع لنفسه بس. بيسمع لنفسه بس. الميزان العيب اللي فيك بقى غير الجوزاء، هو ما بيسمعش. انت قراراتك سريعه.
ولما بتتسرع ولما بيبقى عندك حاجه ضغطاك بتبقى الدنيا كلها غرقانه عندك. بالله عليك حاول تتريش شويه. وعلى فكره عايزه اقول لك الشغل اللي انت حاسس ان انت افنيت عمرك فيه وان انت خلاص ما حدش مقدرك، لا السنه دي هتاخد حقك وزياده شويه، وعندك يا ترقيه يا عندك فلوس زياده يا عندك منصب هتعلى فيه فجاه، لان انت تعبت قوي السنين اللي فاتت وحسيت انك ما خدتش حقك وبدات تمل او تكل من الشغل اللي انت فيه. عايزه اقول لك كمان عندك حد هيرتبط لو منفصل من اولادك، عندك فلوس حلوه. بس بقول لك حاجه، الفلوس اللي تجيلك من دلوقتي حاول واحد واثنين يعني من السنه اللي فاتت اللي معاك، حاول واحد واثنين تقتصد، لان فيما بعد الفلوس جايه كويسه، لكن واحد واثنين هيعدوا كده لان زحل طالع معاك من السنه اللي فاتت، فالماده مش قوي. المشاكل اللي عندك هتتحل بفضل الشريك، هو يعني متعب شويه يستلف وهيسدد في 3 و4. مش هيستلف، هو كان معايا فبقول له ما تصرفش قوي عشان واحد واثنين مش جاي فيهم فلوس قوي. تمام. لكن بقيه الشهور من 3 وطالع الدنيا تبقى كويسه. الشريك ضغطك حبتين، معلش تعالى على نفسك شويه، بس انت كمان اجهدت نفسك. لو حاجه محطوطه كده لا لازم تبقى كده، ولو حاجه كده يعني بتضيع صحتك ومجهودك في حاجات ما ينفع. انت ممكن شبشب الحمام ما فيهاش حاجه، لو اتبل يعني تبقى كارثه. بتبقى حاجات بسيطة وبتعمل عليها مشكلة كبيرة. تعبت نفسك وتعبت اللي حواليك عشان لا يصح الا الصحيح. ما ينفعش، صحيح انت صح وانت كويس، بس انت ضاغط نفسك وبتدخل نفسك في مود مش حلو. في ناس في العيلة تعبتك وكأبتك لفترة كده معينة تعبت فيها، وبعد كده ربنا خد بيدك. في ترقية في الشغل، في حاجة كويسة هتتقيم فيها. انت كميزان كفة الميزان هتظبط عندك لأول سنة السنة دي، ومش هتخاف ان الفلوس تروح ما تلاقيش غيرها. الميزان رغم انه هوائي الا انه لما بيحب بيكون مخلص جدا، ده حقيقي، وبيجي على نفسه قوي. مش كده؟ بيجي على نفسه وبيستحمل الاسره، بيستحمل اللي حواليه. بس هو عيوبه في ان شخصيته عايزه كل حاجه كما قال الكتاب. بمعنى ايه كما قال الكتاب؟ ان مثلا لا انت الحاجه دي مكانها ما تتشالش من هنا. منظم يعني، حط المخده دي كده ما تتشالش. الكوبايه دي مكانها ما فيش حاجه تتحط في الحوض وسخه وتبات، لا لازم في اهلك نفسه بسرعه. دقيق جدا في كل معاملاته، ودقيق جدا في كل معاملاته، وحساس جدا في كل التعاملات. غير كده بيجي على نفسه قوي. تمام. وبعدين طول الوقت، وعلى فكره انا عايزه اقول حاجه كمان، الدلو والجوزاء والميزان الثلاثه بيعشقوا حريتهم يا جماعه، محدش يضغطهم. الحريه دي حياتهم. ان انت تقول لي لا ما تخرجيش دلوقتي، لا لازم تيجي الساعه كذا، هو ممكن يحافظ على كل حاجه. وقول له بدل ما تقول له كده قول له انا بقلق عليك، مش عايزك تغيب كتير عليا، دي بتبقى احلى. لكن الساعه كذا تكون موجود، لا دي صعبه قوي، بتحسسه ان هو في سجن، بتحسسه ان هو عايز يهج منك. يعني نشوف الدلو بقى. نشوف الدلو. الدلو الطموح اللي دايما بيسعى للي ده ولده ولده، اللي سايب اكتر بيته ومعظم وقته في الشغل. ربنا يستر. الدلو يا جماعه مش مرتاح في بيته. بالله عليكم يا اللي مشاركين الدلو في حياته، حاولوا تيجوا على نفسكم شويه، لان هو الايام دي مش عايزه اقول بيفكر يغير، لا هو بيفكر في حل ان هو ممكن يسافر ويسيب البيت. انت بتخوفيهم كل اللي متجوزه دلو، تخلي بالها يا جماعه. حكايه كده، النفسيه عندهم تعبانه جدا، وبعدين هم بيحبوا الاعلى فالاعلى، فهم شايفين الايام دي شغلهم مش ماشي فقلقانين جدا. الشغل هيمشي بس هو في شويه عقبات شويه، وفي شويه مشاكل هتسلك مع الناس اللي انت معاهم، لان هم تقريبا لو حاجه في تبع مينا، لو حاجه تبع حكومه، في اوراق عندهم متعطله فركنا لهم فلوس، فمش عارفين يروحوا ولا يجوا. استحملوهم شويه الشهر ده والايام الجايه، وعد مني هيبقوا كويسين. بس عشان هو كمان بدا يمل، الشريك اللي معاه ضغطه قوي بالنسبه للي هم مش مرتبطين، ما تحاوليش تعرفي غير اللي بيتقال دلوقتي، عشان خاطر الدنيا معاهم مش ظابطه وهم حياتهم الشغل. عايزه اقول لك جاي لك فلوس حلوه قوي من شغلك، داخل استثمارات خارجيه لو انت موظف او حاجه، في حاجه تانية جايه جنب الشغل، ادخل بقلب جامد. عايزه اقول لك انت ممكن تدخل معنا الشركه، وبعد كده تبقى انت اللي ماسك الدنيا كلها. انت مش بتكلم من الشغل، بس ادي شويه وقت للبيت.
انت سخي ومش سخي لسبب، انت سخي في الحاجات اللي هي المفروض ان انت تعملها على نفسي والاكل والشرب، لا انا عايزه اقول لك اديهم هم حبه من وقتك، ان انت تخرجهم، ان انت ومش حكايه ان انت بتبقى مش فاضي، حكايه ان انت بتزهق، بتبقى عايز تبقى لوحدك طول الوقت او مع ناس ثانيه، ما الله اعلم بقى البيت ضغطك النفسيه اللي بتبقى فيها، لا انت حاول تحتويهم ويحتووك. والدلو جميل لسبب ان هو بيحب يسمع للناس عكس الجوزاء، بس هو في حاجه السخريه ان هو دايما شايف نفسه ان هو اعلى او هو الواو او دماغي او مع ان هو ذوق جدا على فكره. لا لا ما هو الجوزاء كده على فكره برضه بيبقى برضه حاسس ان هو الاعلى وان هو بس اللي بيفهم، عشان كده ده عشان مش بيسمع، لكن التاني بيسخر تفرق. ان انا لما مش بسمع وباخد من دماغي بعد كده لما بتدب ممكن احكي بس زي الاسد. يعني المتعارف عليه في على الدلو ان هو ما بيسيبش بسهوله، يعني ممكن فعلا يرتبط ارتباط تاني وتالت، لكن احنا كده بنرعبهم بقى. لا كده كل واحده هتفتش ورا جوزها يا جماعه خلوا بالك، ده احنا قلنا ممكن يظبطوا حالها ومش عايزين نخرب الدنيا في ايه يا جماعه، مالكوش دعوه خلاص بمحمد. لا هي الابراج الهوائيه انا استاذه بشاير انت لسه قايله دلوقتي هتطلق نص البلد. لا الابراج الهوائيه عموما غير مضمونه عشان هي هوائيه. لا 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 الميزان ما يعرفش غير بيته وشكرا. اه الميزان لا، بس لو حد بيخلص لا الجوزاء لا ما يجيش على حاجه، بيحب صداقات مظبوط، لكن بيحب بيته برضه واولاده كده. الدلو بيحب يصاحب كتير بس بيجي عند الحب عند الجواز ويخلع. يا جماعه الدلو لو متجوز انا هو برعبكم بقى بجد، هو بص يصاحب ويمشي حلو ويديك الحب بص والصداقه والدنيا، عند الجواز انت مش هتشوفه يقول لك باي باي ما طلعش، بالذات لو عنده بيت تاني. لكن لو هو مش مرتبط اه ممكن يكمل ويبقى حلو جدا وذوق وحاجه كده وهمي يعني. بالنسبه لشغلك الاوراق اللي متاخره لك او الفلوس اللي ليك هتيجي اصبر شويه، لان انت عندك استثمارات خارجيه كمان، عندكوا سفر على فكره، هيسافر من مكان لمكان وهتكون السفريه دي حلوه عليك. قلل شويه من الصداقات بالنسبه للحريم وبالنسبه للسيدات، قللوا شويه التعامل مع الرجاله الايام دي عشان توزنوا اموركم، لان انتم اكتر من حد داخل على الخط بالنسبه للي ما ارتبطوش كمان يا جماعه، فانتوا حيرانين عشان تقدروا ان انتوا تعرفوا راسكم من رجليكم، لان انتوا الايام دي داخلين مع اكتر من شريك فالدنيا يعني. فضلوا الشخص اللي يخبط على الباب، الكلام الحلو والمعسول مش هتاخدوا منه في الاخر اكيد. طيب ده كله بقى احنا قلنا الثلاثه، عايزين بشكل موجز نكمل الابراج الباقيه، لان يعني دايما بيحبوا ان هم كل واحد قاعد بيشوفنا بيبقى عايز يتقال له كلمتين. انت عايز تعمل شو على حسابك؟ لا 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 يعني ممكن المائي نقول المائي والمائي بقى المائي بقى المائي والترابي لا احنا الناري قلنا المائي والترابي احنا خلاص هنخليه الحلقات الجايه، لان فاضل لي حلقتين معاكم كل مره هقول جزئيه. كويس انا مقسمه كده ناري ترابي هوائي مائي. حلو ناري هوائي ترابي مائي. طب لا بعيدا عن ان احنا نقول الابراج قول لنا بس بالنسبه للسنه دي افضل الابراج هتكون ايه، المائيه ولا الترابيه ولا الناريه ولا الهوائيه؟ لا اللي هي الجاجي وال اللي هي الترابيه. الترابيه الجاجي والتور وبرج كمان اللي هو العذراء. لا الجاجي والتور والعذراء، لان الثلاثه دول باذن يعني الجاجي فاتح مكتسح. الجدي جاي السنه دي يا جماعه، هو السنه اللي فاتت كان الحمل وكان بادي بالمريخ بزحل، والحمل قريب من المريخ فكان اكتر الناس عصبيه بحكم ان المريخ قريب من الشمس، وكان زحل ده طبعا زحل يعني معروفه حتى يقول لك ده انت يومك زحل. فكانت السنه كلها باديه باول الابراج اللي هو الحمل، خدت كل الابراج يمكن اللي ما انطلش في الاذى او الحوت، كل الابراج كانت السنه اللي فاتت مش حلوه. السنه دي الجدي بادئ كده مع كام كوكب مدعمه، منهم فينوس كوكب الحب ومشتري، مع ان الجدي ده عصبي قوي ومشتري وحاجات. لا 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 عصبي الجدي جميل جدا، بس هو لما فعلا زي دكتوره بشير ما بتقول ان لما بيبقى معاهم
لو كواكب التانية برج اخر بتمر عليه بتعملوا نشاط معاه ثلاث كواكب السنه دي مدعمينه، منهم فينوس اللي هو كوكب الحب فمخليه رومانسي. غير كده في كوكب المشتري فما بيبقى ده مع ده، وكوكب تاني مدعمه، الثلاثه يعني اورانوس والمشتري وفينوس الثلاثه حلوين قوي معاه، وبعدين جايبين له بقى فلوس، جايبين له سعاده. الثلاث كواكب دول ما اتجمعوش في الجادي ولا بداوا بيه من 17 سنه فاتت. فالسنه دي عنده وهم ما شاء الله، واخد بقى كل الابراج اللي وراه ما شاء الله. يعني السنه دي حلوه قوي بالنسبه حتى الناري، يعني الاسد كمان جاي له فلوس حلوه قوي. جماعه كمان في الحمل هيبقى في الاول كده، بس من بعد ثلاثه وطالع الدنيا هتبقى كويسه. في ابراج هتبتدي من سته عندها فلوس كتيره جدا معوضه اول السنه. قلتي لي العقرب منهم. العقرب وفي العذراء برضو هتبقى الدنيا بين حبه فوق وحبه تحت، هيقلى بعد كده في نص السنه. في كذا برج السنه دي يا جماعه اللي يقلق من اول السنه يعرف ان نصها واخرها هيبقوا ما شاء الله ومكملين للسنه اللي وراها. طب كويس، يعني عندك في برج ايه كمان؟ في العقرب زي ما بتقولي. العقرب ده حلو قوي لان في ناس كانت منفصله او مش ناويه ترتبط هترتبط. الدلو السنه دي على فكره عندك حب فجائي، ويمكن حب من خلال شخص انت ما شفتوش، يمكن على السمع. يا دلو انت جاي لك حب فجائي على السمع، بالنسبه للي مش مرتبطين هيحبوا شخصيات ما شافوهاش، ولما يقابلوها هيتوهموا بيها وهيبقى فيها ارتباط ان شاء الله. يعني بقول لكم السنه دي ان شاء الله فيها ارتباط، فيها ارتباط باذن الله. واربعه وطالع عشان تبقى مستني الارتباط من اربعه وطالع. الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعديه هنكمل الابراج اللي احنا ما اتكلمناش عليها باذن الرحمن ان شاء الله. طبعا بشاير في النهايه احنا يعني بنبقى سعداء بوجودك معانا. الله يخليك. وكتير جدا من المشاهدين بيبقوا سعداء. سوسن بعتت لنا الحلقه النهارده. طبعا احنا ميرسي لوجودك معانا. انا اللي سعدت بيك والله. والحقيقه في ناس كتير قوي بتتابع الابراج وبتحبها وتبقى حابه تعرف بكره في ايه، ودايما مبسوطين انا ببقى حابه ان انا ابقى معاكم والله. حبيبتي منورانا. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا محمد. ميرسي لكل اللي شافونا وشاهدونا وصحيوا بدري واستمعوا لينا، ونرجو ان احنا نكون كنا خفاف عليكم، ونلتقي بيكم الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل ساعه من دلوقتي. Bye.